سنذهب إلى قصة يحيى مع بعضنا لين ومشاهدينا. يحيى العمري هو شاب مغربي لم يتجاوز 20 من عمره، انقطع عن دراسته في المرحلة الثانوية وتخلى عن حلم الطفولة في أن يصبح طبيبا بيطريا يعالج جروح الحيوانات بسبب الأوضاع الاجتماعية للأسرة. راتب أبيه بالكاد يفي بمتطلبات أسرته، نتابع هذا التقرير مشاهدينا. سميتي يحيى العمري وكنت انقطعت يعني في الدراسه في المستوى الثانوي، وطبعا كان الحلم ديالي انني يكون يعني طبيب بيطري، يعني الحلم ديال اللي كنت نحلم به شحال هذه، ولكن كان ضروري انني نخرج لسوق الشغل بحكم يعني الظروف الماديه اللي كنت كنعيشها، وهذا حيت يعني باش طبيعه الحال تعاون العائله ديالك وتعاون راسك يعني وتوفر داكشي المطالبات اللي باغي انت شخصيا. بديالي يعني حتى هو عنده خلصه يعني تقريبا الله كت يعني كتكفي يعني نيشان يعني داكشي، ولا بعض المرات نقدروا نكونوا كاع مزيرين، وهذه يعني تتكون يعني الظروف المعيشيه يعني ماشي مزيانه 100%، يعني كتحاول تقاتل انك تقدر حتى انت تخدم ويعني باش انك تعاون الوالدين ديالك وتعاون الدار وتعاون راسك حتى انت. يعني الدراسه مكلفه وخصك ضروري تمشي تخدم باش تجيب واحد لقمه العيش. كنت خدمت في واحد السونتر دابيل ولكن ما كملتش معهم واحد المده طويله، ومن بعد كنت دوزت ستاجير في واحد الحلاقه يعني ديال الرجال، وصافي من تما كنت دوزت معاهم تقريبا شي 4 شهور بحال هكاك، وكنت صافي من تما حبست وبديت باش نقرا يعني الحلاقه ديال النساء. في اخر مطاف يعني كنت درت الحلاقه، ولكن بالنسبه لي انا الحلاقه ماشي عيب، زعما يعني ان عيب يعني كمهنه، حيت فيها حتى هي فيها الفلوس وفيها يعني الا درتي راسك فيها وكان راسك خفيف راه غادي تنجح فيها بطبيعه الحال. الاف ديال الشباب يعني كينقطعوا للدراسه منها بزاف ديال العوامل، تقدر تكون يعني مشاكل اللي يعني في الزنقه يعني تيتجهوا لواحد المسار ديال المخدرات وديال بزاف ديال الانحراف بصفه عامه، وكاين تقدر تكون بزاف ديال المشاكل عاوتاني اللي هي عائليه، تقدر تكون مثلا مشاكل ما بين الاسره، مثلا الزوج مع الزوجه، مثلا تكونوا مشاكل، تكونوا صداع، تكون يعني الدري تيخرج من واحد من ديك الوسط العائلي الصغير، يعني تيخرج مكهرب شويه وتيخرج يعني ما عندوش مورا ديال القرايه، ما عندوش بزاف د الحوايج، وكاين بزاف د الاسباب عاوتاني. كاين تقدر تكون يعني الفقر مثلا، كاين بزاف ديال الناس ما عندوش مثلا باش ان يضا يتكافاو، مثلا تيجيهم يعني كما قلنا يعني يعني المدرسه كتكون مكلفه، يعني واحد ما ساك واحد فقير يعني ما لقى حتى تقريبا باش ياكل، يلا كيتقاتل مع الوقت انه يعني يوفر مثلا الكتوبه مدرسه باش يخلص باش هادي، يعني تقدر تكون حتى هي صافي يعني يقدر يخرج من المدرسه باش انه يعاون والدي يعني غير في يعني غير في داكشي يعني المعيشي ديالو. يعني بعض المرات مع راسي تنكون تنقول يعني ما كرهتش انني ما كانتش الظروف الماديه كتساعد باش ان الواحد يحقق يعني الاحلام ديالو، يعني بطبيعه الحال راه الماده هي تدير لك طريق في الماء، يعني تقدر انك توفر بزاف ديال تحقق الاحلام ديالك يعني اللي كنت كتحلم بهم. بحال مثلا انا كنت نحلم باش نكون بيطري، يعني كون كانت يعني الماده ولا كانوا الوالدين لاباس عليهم هذاك، وراه دابا تلقى يعني بطبيعه الحال يعني داكشي كيتيسر دغيا. انا شخصيا يعني الحلم ديالي انه نكون يعني مزيان ماديا، يعني ما يكونش عندي واحد الخصاص مادي، حيت بطبيعه الحال كان عندك الفلوس راه تعيش مزيان.